خطيرة كانت ومحاولة خطيرة كانت لفريق الاتحاد. هناك لاعب يصاب، أحمد جمعة يحاول يمر، أحمد لا زالت المحاولة تصل لدياكي، خطرة، جول جول دياكي، دائما الورقة المميزة، دياكي اللاعب المميز تماما بالفعل، يحرز الهدف الأول في هذه المباراة عن طريق اللاعب دياكي، واللي يرفع رصيد الآن إلى سبعة أهداف، سبعة أهداف الجزيرة على الدوري ناوي بالفعل هذا الموسم، أينما يذهب يتفوق بشكل حلو. دياكي يحرز أول الأهداف الآن للاتحاد، واحد لا شيء، واحد لا شيء عن طريق النجم الكبير إبراهيم دياكي. بالفعل إذا ما أردت أنك تفوز لابد أن لا تستهين بأي فريق. إبراهيم دياكي، رئة الجزيرة إبراهيم دياكي، من جديد الآن محاولة دلقادو، كرة اللعب باتجاه باري، خطرة، جول ثاني للجزيرة الآن، الجزراوي على الدوري ناوي بالفعل، هدف ثاني الآن عن طريق اللاعب باري. إذا لم تخني الذاكرة فإن أول أهداف باري مع الجزيرة، راح نشوف وأول هدف لباري مع الجزيرة، أول هدف لباري مع الجزيرة، وأول أهداف لاعبين المحترفين مع الجزيرة. لاحظ الاستلام من باري بشكل حلو، يلعبها في المرمى كهدف ثاني، كهدف ثاني، اثنين لا شيء، اثنين لا شيء الآن. إذا أول هدف لمحترفي الجزيرة هذا الموسم يسجل باسم اللاعب باري، اثنين لا شيء. كرة اللعب طويلة وأمامية تتخلص من صالح بشير، شايف الاستلام هنا على الصدر بشكل حلو، وعلى طول يلعبها في الزاوية البعيدة، يحرز الهدف الثاني لنا. هناك مزيد من الأهداف قادمة، يعني يوم أمس في لقاء الظفرة ودبي شاهدنا ثمانية أهداف، ثمانية أهداف. كرة اللعب على الطرف الآخر، جزيرة متقدم للأمام، محاولة قائمة، كرة عرضية باري، الله، هدف ثالث للجزيرة الآن، هدف ثالث عن طريق باري. اشتغل باري، اشتغل باري الآن، خلاص انفتحت شهيد، الهدف الثالث الآن للجزيرة، ثلاث الأشياء ويبغي ينهيها من الشوط الأول. شايفون الكرة الماضية وعلى طول باري يضيف الهدف الثالث والثاني لشخصيا في بطولة دوري المحترفين، ثاني الأهداف الآن. لاحظ هنا الكرة الماضية وارتقاء جميل وعلى طول في المرمى كثالث أهداف هذه المباراة. وقبل شوي أقول بأن الأهداف قادمة، الأهداف قادمة الآن، نشاهد ثلاثة أهداف مقابل الشيء للاتحاد. سلطان برغش، تمريرة لعبد الله موسى، حاول يحصلها عبد الله موسى بالفعل، يلمها قبل ما تغادر، وكرة ملعوبة عالية ورأسية، جول إبراهيم دياكي. إذا ضاقت الأمور تجد دياكي، تجد دياكي بالفعل، الفنان الآن يضيف الهدف الرابع، الهدف الرابع الآن للجزيرة، الهدف الرابع للجزيرة عن طريق النجم الكبير إبراهيم دياكي. يا سلام، شايف دياكي يرتقي بشكل جميل ويضع الهدف الرابع الآن في المباراة، الهدف الرابع في المباراة الآن، بثمانية أهداف الآن دياكي يتصدر قائمة الهدافين المواطنين بشكل حلو، بشكل حلو، سبعة أهداف في هذه المباراة الآن. يا ساتر يا ساتر، أربعة للجزيرة مقابل هدفين الآن للاتحاد، سبعة أهداف لدياكي، واليوم الهدف الثامن له،